4000 ايش؟ 4000 4000 دينار تقريبا شيء و 30 35 الف ريال. السلام عليكم، اهلا وسهلا يا جماعه الخير، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. اليوم يا جماعه الخير عندنا مقطع انا اسميه هذا المقطع من المقاطع النادره ولكن باسلوب مختلف، اخليك تستمتع من الدقيقه الاولى لين اخر دقيقه. تذكرني وعدتك بالمتعه. قبل ما نبدا في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع، لا تنسوا تضغط اللايك، تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم يا جماعه الخير، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. انا بالست اب حقي خليتك تسلم. السلام عليكم، يعطيكم العافيه الربع، شلونكم؟ اول شيء المقطع هذا على طول تنزلون تحت تضيفوني وتسوي لي اشتراك، ولا تنسوا تضغطوا تحط اللايك اشتراكي هي في اشتراكي. ابدا انزلوا تحت جماعه الخير واشتركوا في القناه حق فدران، ولا اله انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا تنسوا تضغطوا على اللايك وتشتركوا في القناه. خلصنا مقطع احنا كذا وبس. لا لا هذه بدايه. طيب يا جماعه الخير، مقطعنا اليوم راح يكون مقطع مختلف بشكل كبير مره. اول مره احس اني قاعد اول مره اشوف ثاني يسولف نفس اليوتيوب. طيب يا الربع، فكره اليوم هي فيها فلوس، راح انا اسوي 24 ساعه في البيت ادخل فلوس بطريقه، هذه الطريقه جباره، طلع فلوس ما لها نهايه، ولكن مشكلتها مشكله ما ادري ايش مشكلتها. راح نجربها اليوم. بدران مقاطع من كيلو 700 كيلو عشان نصور المقطع هذا وبعدها يرد الكويت باذن الله. مرنت امس مرنت بالرياض، ماسكه جاي من الكويت عشان تمرن بالرياض. تمرنت بالرياض وجيت الخرج صورت بنصور الفيديو هذا. اي نايف معاي انا طبعا. طيب يا الربع، الفكره كالاتي، عندنا موقع طحت عليه كذا وانا قاعد ادور، تعرف انت انا اقعد على الاجهزه ترى كبير، هذه الاوراق ايش كثر، فكل شيء اقعد عليه وانا كذا معطيه الفوكس الكامل. حصلت موقع يا بدران، موقع ولا في الاحلام، موقع من اسامه الفنان بيت العماره هذه. الموقع هذا ابي فيزا صح؟ فيزا. يا سلام، تخيلنا يعطيك فيزا فيها ما يقارب 10000 ريال، اوكي؟ موقع يعطيك فيزا؟ يعطيك فيزا ولكن لازم تدفع له، يعني مو تاخذ فيزا كذا. يعني ادفع اشتري منه فيزا كرت. تشتري منه فيزا يعني كرت. نفس البطاقه هذه. يا سلام. اوكي. نفس البطاقه هذه تشتريها. زين. ولكن البطاقه هذه داخلها 10000 ريال تشتريها بمبلغ 1000 ريال، ولكن وش المشكله؟ انا مو قاعد استوعب ترى مو فاهم. اوكي، عندك فيزا، تمام؟ فيزا نقول فيزا ابوك. انا بحسابي الحين 1000 دينار. يا سلام، اروح اشتري من عندهم كرت، الكرت هذا فيه 10000 دينار. خلنا اي 10000 دينار. يا سلام. يا سلام. ولكن لازم تشتريه عن طريق الانترنت. يعني تدخل امازون، تدخل شي ان، تدخل مواقع هذه كلها وتشتري من عنده. يا سلام. يا تمام. سلام. يعني ادفع 1000 ويصير برصيدي 10000. يا سلام. بس اني ما اقدر اشتري بالحياه الواقعيه، لازم بالانترنت. يا سلام. حلو. بعدين تجيك، يعني اذا انت مر هذا مره. طب قل لي يلا الكويت انا كم شريت؟ شريت اغراض واجد صح؟ 3 ايام تقريبا تكلفتك طلعت 600 دينار، يعني 7000 ريال حدود. صح تقريبا. طيب كلها من البطاقه هذه خس يعني. مسويها انا مسويها، ما تشوفني حاسب بطاقه مختلف شكلها، لونها كذا زي البنفسجي. ما شفتك. بس دقيقه كنت تدفع منها؟ كنت ادفع منها وساكن عندي ما تدفع فندق. لا انت اللي بلزع. لا لا تأشر. راح الحين وش نسوي؟ انت من صدق تسولف؟ اكذب عليك والله. هي والله صدق. شلون 1000 دينار يعطينا؟ طيب الحين راح نجرب. يلا خنجر. يلا خنجر. ولكن من شروط لازم يكون اونلاين، تمام؟ عندك ثلاث مواقع معتمده، امازون، شي ان، نيو اك. اشتري من عندهم، هذول مضمونين. هذول لا، بس الثلاث مواقع هذه اللي تشتري منها. لا اله الا الله. طلبت ما يقارب قبل يمكن 20 يوم، تمام؟ طلبت بي سي المزاد مطفرين من عنده. انت مسويها من قبل؟ ايوه مسويها. يعني الحين ابغى اعلمها الناس. حلو. ركز. لا ما ادري عن الفكره، ما توقعتها كذي. اي خلني والله العظيم ركز. يلا يلا. ولكن قبل كل شيء وش ناوي تشتري وش عندك ب 10000؟ نبغى نخطط على شغله. 10000 نجيبها. 10000 ريال ولا دولار؟ 10000 ريال. 10000 ما يقارب فيها 2600 دولار. الايفونات عندكم بكم؟ الايفون ب 5000. 5000 و200 او 5 حدود اتوقع. يعني انا لو لا لا 6000 6000 ايفون. بس اذا بتاخذ قديم 12 لا ابي اجدد شيء. 7000. يعني ادفع 1000 يرجع لي 5000. خلاص اول شيء. طيب الايفون كيف تبيعه؟ امو يطلبه يوصلونه، اروح المحلات ابيعه. يشترونه منك. ايفون. اي والله ايفون جديد. اي ايفون. ايفون. ايش بعد؟ نايف يمكن بشيء. نايف تبي شيء؟ لا ما تكفي. طيب بس انا اقدر اشتري 2000 يعطوني. اي تقدر. خلاص خسويها. ناخذ تدفع 2000 انا 1000 وانت 1000. اي قدامك والله. بس على ضمانتك. اي اي 10000 ترجع لنا. اي ال 10000 في فايده. اي في فايده. خلاص اجل اسمع اسمع ركز معي. هو يدفع 500 ريال وانت 500 ريال. 1000 ريال. 1000 ريال. خلاص تم. خلاص خلاص تم 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 خلاص. لا ادفع ادفع 1000 انا ادفع. والله؟ والله ادفع. طيب. طيب. خلاص اذا اوكي اذا هي تمام نسوي 3000. يا بدران خويك ترى. لو عطها. طريق يا ولد عطها. ايش فيك بدران؟
ترى يمديك تشتري ب 2000 3000 4000 عادي حطه معك ما راح اغامر خلنا على الألف اول اقول لك انا مجرب ام حاسب كل اللي في الكويت جايك تريك سفر ما معي فلوس طيب اسمع ايش رايك انا بدفع عنك تمام انا بدفع عنك ال1000 بدفع عن نايف ال1000 تمام يعني 3000 فيها 30000 ريال لا انا بدفع 1000 انا قلت لك بدفع 1000 اوكي يمكن انت ما تبي تدفع لا بدفع عشان الضمان بدفع 1000 تدفع 1000 انت مجرب انا مجرب ابي ادفع 1000 خلاص طيب نايف يقط لك ولا انا ادفع لك لا 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 1000 ريال 1000 ريال 80 دينار صح اي تقريبا بدفع 1000 خلاص تم 1000 فيها 30000 ريال طيب ايش تبون تشترون ب 30000 ريال اثنين ايفون زيد على ورقه حقتنا وين طيب اثنين ايفون هذه 7000 ريال خلنا نطلع الحاسبه نايف بلا طلع الحاسبه احسب تكفى اثنين ايفون يا سلام البي سي بكم ترى كل الاشياء اللي مشتريها بنبيعها هني ما تبيعونها هنا خاف يا ولد يجوني الشرطه بعدين الله تمام بيع بكويت يعني خلاص اي بيعوا خلاص اثنين ايفون عشان ياخذ الاسبوعين على ما يوصل اثنين ايفون امازون طيب خلنا ندخل ها دش 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 طيب ليه تبيع عشان تخلي بشتري عشان بس ارجع له هذه كان صدق انا لحد الحين ترى مو مقتنع بكلامك لا لا هذه الشركه عشان تنجح هي كذا تبغى تدخل تسويق امتني سامع شنو اللي 1000 يرجعك انا زيك في البدايه ما صدقت بدران بالله بقول لك شيء امنت في البيتكوين اول ما طلع العمر الرقميه ما طلعت امنت فيها بس غامرنا ها غامرت بس في ناس نجحت صح ولا لا صحيح. يب في ناس طلعت ملايين انت الحين جربت صح ولا لا انا جربت اقول لك الكويت دابع قبل لا تجرب كنت مقتنع لا نهائيا بس دقيقه انت الحين شريت دقيقه يا عمك متفقين لا 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 مو متفقين لا لا انت شلون دقيقة انت الحين مو اخذت تريت من عندهم الكرت يعطونك بطاقة وتقول مشتريات اونلاين شلون دفعت في الكويت عندنا اي دفعت عن طريق الفيزا عشر لا لا صد دقيقة لا لا بعلمك بشرح له قل له هلا وين عمل بالله طيب هذه البطاقة صح ولا لا ما طلعها عشان المعلومات ايه تمام يعطونك بطاقة بنفس الاسلوب هذا انا يوم ادفع في الكويت تدري ليه يقولون لا تشتري الاونلاين عشان المغامرات يقولون بعدين تيجي عليها قضايا بعدين بس يعني موضوعهم مو قانوني الموضوع ما ادري عنهم هم قالوا لي كذا انا ما يقول لك كذا يعني نروح السجن معاهم ما ادري بس انا اقول لك بالله ابو البي امنتك بالله ابو البي ما تقدر تضيفها يدوي كذا اي تضيفها كذا وتاخذ الرقم اللي ورا صح ولا لا يا سلام انا سويت كذا وحسبت هناك كذا ركز والله لا 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 اسمعني ركز معي خليكم ركز معي لا تشتري يلا خنجر انا بشتري الحالي يلا خنجر لا انا بدفع ال1000 بس مو مصدق ابي اصدق بعد ما طيب انت بتدفع ال1000 ولا ما ندافع عشان اعرف خلاص اوكي طيب انا مو مقتنع بس بدفع لا ليه ما تقتنع يا انت مسوق لهم ماني مسوق ابغى لك الفايده بس المقطع لي خلاص ما اصدق لما اشوف لا كذا الحين المتابع يحسبني اكذب انا زرانه لا دقيقة المتابع ما يدري الحين وش السالفة راح استعرض لك كل شيء هذه في سلسلتي 24 ساعة يا ابوي جاي من الكويت دق علي والله العظيم قهرني خلاص يلا والله بدفع هذه كت كلها والله صدق ايه صدق كت يا ولد دقيت علي خلاص جاي من الكويت ابغى اصور مقطع عشان اوريه مكذبني يلا روح عندنا هذه البطاقة نصورها يا اخي لا تضحك يقهرني اسمعني زين خلني اضحك على راحتي لما اصدق طيب ركز معي هذه البطاقه يا ولد ابي احول لك الحين 1000 عشان تقتنع لا 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 ما ابغاك تحول لي 1000 ابغى ادخل تمام ادخل اول شيء لازم اخذ بطاقتك إيه؟ اول شيء لازم اخذ بطاقتك ومعلوماتها تمام ادخل موقعهم واشتري ايوه ها يا جماعه خير هذه بطاقتي ما يشوفون شيء طيب يعني من شاري الناي لا اذا جربت الحين حط له فلوس انا يجيك كود تحقق على جوالك كود تحقق انا تليفوني يجي بس خلاص بشحنونه يا اخي ايش فيك انت مصدقني تضحك لا والله لا والله قاعد تقهر رساله والله يما ترى خير تصوير يا اخي انا ما يدرون اني بدران ترى سيريس معه انا ادري انك سيريس انت سيريس حيل جدي بس إيه. بس مو جدي ولكن يعني ما احب انهم يروني بالشكل ذا وانت قاعد تستهبل علي ما قاعد استهبل انا مو لا قاعد تستهبل انا تعرف المتابع الغريب اللي ما يصدق اي شيء خلاص اوكي يلا. بس اني غير متابع خلاص انا اعطيتك الحين البطاقه خلاص ارسلت خلاص اوكي وين الموقع الحين بندخل نبغى نجمع اغراضنا الحين وع غثيث قاهرني نايف وش براسك شيء نايف بلال حقه هنا ايفون باقي واجد صدق هو يبي اغراض حق حق السيت اب خلاص اجل اسمعني 2000 صدق انا وشي نبحث عن ايفون 2020000 ايفون 14 ايفون 14 خلنا ناخذ هذا ناخذ اثنين واحد يطلع حاسبه يا عيال 5890 اضربها في 4 شوف لا اضربها في 3 ايفونات يعني اضرب 3 اي في 3 فيها 17000 حلو تدري ايش باقي لكم 700 يا سلام ايش تبون بال 2200 شنو تجيب كاميرا ما تجيب ب 2200 طيب اجل خلاص خلى اثنين ايفون خلاص ايفون وكاميرا انا محتاج الكاميرا صراحه اي مدينه تكفينا صدق كاميرا سوني شلون تبغى نفس اللي معي ذي هذا ترى غالي شوي اجل لا خلها واحد ايفون خلينا نشتري الاغراض حرام عليك خلينا نشتري الاغراض واحد اليوتيوب واحد ايفون اثنين اغراض واحد ما شفت والله صح هذه الجديده بشربي هذه 6400 مره حلو شوف في سوني 6 لا خذ هذه صدقني خذ هذه ابي عارف شوف ابي انت لا تروح الاسعار الغاليه احنا ايش رايك تشتري ذي نايف ب 15000 اي و 5000 ايفون نشتريها هني بالكويت 5000 ايفون انت 5000 ايفون اي 5000 شنو هذه سوني
كاميرا في سفن ار. اي فخمه فخمه 5000. اسمع اسمع خذها والشهر الجاي انا اشتري لك العدسه من نفس الطريق. ليش بعد شهر؟ ليش من الحين؟ لا انا شغل. اسمع اسمع انا متراهق. انا بس بجمع الاغراض وبحط عندي بس. ايفون اتشل ايفون 14 واحد بدرين كيفك. خذ هذا خذ هذا. وينه؟ مو على كيفك. ابي هذاك اللي 5000. يا ابوي تعذلنا والله معلمك موقع. اسمع تاخذ هذا ايش رايك؟ دقيقه سامع. احنا الحين ما دخلنا الموقع. احنا راح نجمع الفلوس كلها الحين الفيزا. انا بجمع هذه الاغراض كلها اوردر تمام. الحين جمعها وتدفع من طريق الفيزا البنفسجيه وبدفع. الله يسلمك. لا مو عن طريق الفيزا البنفسجيه. انا تو اخذت معلوماتك ذا الحين ارسلتها عشان ناخذ. صدق عشان يعطونا بطايق. كات كات كات. ليه انا قاعد اضحك بس كذي لما طالع لك يا اخي؟ هذا جاي من الكويت يزق علي حرفيا. والله العظيم ما ادري. زين احنا شوف سام احنا شرينا قيمه كم من الكاميرا؟ 15 يعني عطى 4400. هذا 4400. اي هذا خلاص يكفي. خلاص يلا مش حسابك. حسابي موجود. حلو حلو حلو. يعني انا دفعت 1000 راح ترجع لي 5000. انت دفعت 1000؟ لا الايفون ب 4500. اي يا سلام انت بيرجع لك 4000 ريال. اي نايف خلاص. اسمع اسمع 1000 بيشتري في معاه سماعه. طول سماعه حبيبي ما تكفي سماعه وايد. ما تكفي ابي سماعه. لا تكفي تكفي. خلينا نشوف حقود بدران. انا مو هذه. ايوه كلش تاخذه ب 10000. ابي نفس الشيء جوده. ما ابي هذا. زين ايش تبي؟ ابشر نحلف جده بندخل عربه تفوق 19500 باقي 500. اشتري لنا هذه القهوه. هذه والله انا احب القهوه الصراحه. والله زين شنو اشتري اي شيء نايف. احنا شنو مخزانه من الموقع يا ما يخالف. احنا بندفع عشان ناخذ. عادي عادي نرجع الفلوس. نقدر نرجعها احنا. اسمع اسمع عندي فكره. الخرده ما يخالف. والله والله اسمع اسمع. وباد يوتيوب صح؟ ايش رايك؟ شفت 15 هذه ذي؟ خلاص هذه فداء تمام. صد اي اوكي. احنا اصلا كم دافعين؟ احنا دافعين 3000. كان انا دفعت له 50. يا سلام. اذا جاء الايفون بتجينا 4000 صح؟ ناخذ 4000 ونرجعها الموقع وندفع من جديد. 4000 نرجعها. حلو خلاص. طيب خلاص كذا الامور تمام. انت شنو بتشتري انت؟ انا ما ابي شيء. اطلق قهوه زي خلاص. شاري بي سي حق المتابعين. انا 20000 باقي لي 1000. انا بروح تروحون انتوا انا اشتري. بدفع 1000 ال1000 يا 10 10 10 30000. ليش وصلت؟ ما ادري اشتري معكم. ما ادري شنو انت بتشتري شيء ولا خلاص تنطر بي سي؟ يلا يلا بشتري بشتري. وش ودي باخذ بي سي. طيب ناخذ بي سي حلقتين مزاد مطفرين. ايش رايك؟ نتم 20 للحين والله يطلع لك 10. انا 10 باقي لي. ونايف نايف انت باخذ لك بي سي ولي بي سي. ايش رايك؟ خلاص بخمسة بخمسة بحيث ان يب يب خلينا ناخذ مواصفاته زينه. اي ناخذ. لا هذا ممتاز ترى. ممتاز يا رجال. ايه والله في دراسك جي تي اكس. اسمع اسمع خايس البي سي. طيب اسمع لا تقطع الارزاق نايف. قطع ارزاق ولا خايس. ركز ركز معي نايف. ركز معي ركز معي. انا حقي والله شاري ب 20 هذا. طيب ركز معي ركز. انت هذا ب 20 بدران؟ والله كنت شاري. طيب والله نيجي. نعم الحين نطلب. قطع ارزاق ولا قطع ارقام؟ ما له شغل يا حيوان خبيث. تمك الله. يعني لازم ندفع للموقع 40. واقول رجع رجع البي سي. اي رجع البي سي 20000. خله في دراسه يا رجل. ادفعها. انا بدفع 2000 للموقع. شيك 2000 20000. لا 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 ابدا شيء بس خلاص شيء ما بشي. اذا الموقع هذا صدق هذه طريقته. شوف هو الرسمي راح تكون فترته راح تكون شنو؟ اسمع انا تدري وش بقى صدق اقول لك. فترته راح تكون مؤقته عشان تسويق يجذبون الناس. احنا مثل سوينا الاعلان الحين. احنا سوينا مو الموقع. الموقع اصلا ما شفته. انا شفت الكرت بس. طيب خليني بقول لك شيء. قل لا الله انا اخاف اعلم المتابعين تمام واول ما اعلمهم قفلوا الموقع من كثر الضغط صح؟ ايش رايك انا خلي الناس تستانس. لا لا انا ودي تستانس بس خبي اصلا الموقع يبون تسويق. الموقع ما راح يقفل. الموقع بس راح يشيل سالفه انك تدفع 1000 تاخذ 10000. هو انت تعرف شنو نظامه صح؟ انا قريت شيء ترى. تدري شنو نظامه؟ الموقع يقول لك انه شفته اتذكر ذوليك اللي يشترون ستور الارجنتيني رخيص. ايه انت شاري لي ادوبي ايوه 5 دنانير. يا سلام نظامهم كذا يعني يروحون يحولون عمل يحولون عمل يشترون المنطقه. يعني تدري في تركيا الحين لو ابغى اشتري مثلا اشتراك ادوبي رخيص. لما اروح مكان ثاني ابغى اشتري مثلا شغله فلانيه رخيص. اشتري في بوكس تذكر يا مول نتندو كيف يشترون في بوكس 13000 في بوكس يمكن ب 40 ريال 13000 في بوكس. يحولون يحولون يحولون. ليش نايف مثلا الحين في نفترض كمثال في ايكيا هني بالرياض او بالخارج وفي ايكيا وين مثلا نقول كمثال مثلا بجزر القمر. جزر القمر ما عندهم فلوس يشترون. الناس تروح تاخذ من جزر القمر مثلا الكبت. الكبت ياخذونه هني مثلا 10000 ريال. هناك ياخذونه مثلا 500 ريال. ياخذونه من هناك يجيبونه هني. فكره سامر انه ما انا ما عاد يمكن يستفيد منه شيء. يحلبه. انا ودي احلبه. ودي احلبه على راح. خلهم يكتبوا لكم الكومنتات وخلاص اذا يبونه. بس اذا كان مضمون وتوهق الناس. انا الحين بشتري قدامك. اتوقع انه يبغى اي 10 ساعات ايوه هذا آه يقول ايه 20 دقيقه لما يجيك الكود حق شحنك وشحنتك. انت باخذ بعطيك 1000 انا الكود اللي لما تدفع يجيك على البطاقه يا الاو تي بي. اي يوصلني. اي بس يقول لا يبغى له 20 دقيقه 30 دقيقه بيوصل. خلينا نطلع نصلي العشاء ونرجع. طيب السلام عليكم. مرحبا ومسهلا يا جماعه الخير. راح الحين يا جماعه الخير ندخل البرنامج اللي قد سوينا عليه مقطع قبل. راح اقول لكم اسمه نتجنب الاشياء اللي تصير. ذكر المقطع اللي قلنا فيه انه راح نسحب مبلغ 100000 ولكن السحب هذا راح يكون وهمي. راح اذكركم شوي. عطنا فلاش باك يا مومنتج. البرنامج هذا فيه ميزة مرة جميلة اللي هي اني اقدر اتصل عليك او ارسل لك رسالة.
بدون ما تدري من هو الشخص المرسل، يعني ممكن أسوي اتصال ويوصلك الاتصال برسالة شخص غير معروف. والميزة الأفضل من ناحية الرسائل، يمديني أغير اسم المرسل وأخلي اسم المرسل اللي هو البنك. هذه الميزة حرفيا راح تساعدني. يا سلام، قبل شوي يا جماعة خير أرسلت البدران الرسالة هذه. يا جماعة خير، بدران الآن في الرياض، ترى مرة الآن يقارب 24 ساعة إن انسحب منه مبلغ 40,000 ريال عن طريق أمازون. انتظر أنا بس قبل شوي أرسلت له خاص سنابه وشاف السنابه، يعني شوي بيتصل ما راح يطول. مش كذا، ما أبغى أتفق مع نايف وأقول له إيه صور من بعيد ترى مقلب ذا، أبغى فهم يتمقلبون، لأن نايف تحمس حماس كبير. الله طول يا جماعة خير، غريبة بس متصل في الواتساب. متصل يا جماعة خير في الواتساب؟ إيه متصل في الواتساب، يعني ماسك جواله. طيب السلام عليكم يا جماعة خير، والله العظيم إن اليوم الثالث بدران، أتوقع ما انتبه لليوم الثالث عيال. أرسل لي قبل شوي أنا في صلاة المغرب، راسل لي فويس والله إني ما سمعته، حاط لي تعجبات. شوف نسمع الفويسات يا جماعة خير سوا. سامة كلمك واتساب ما قاعد ترد، دق علي ضروري ضروري ضروري. سامة شنو مسوي بالفيزا؟ انت الوحيد ترى اللي عنده صورة الفيزا، انسحبت كل الفلوس اللي فيها. يا ويلي يا بدران يا حبيبي، حسبت سحبت، ما ادري انها رسالة وهمية. الصوت جماعة خير والله ضربني لوز وحرارة، وتعب يتابع السناب راح يعرف. طيب يا جماعة خير برد عليه الحين في الواتساب وفي السناب، ولكن والله اني تعبان ما ادري كيف راح اشد معاه. صدقون لا حرام، احس بستخدم التعب حقي. إيه والله بتجي حلوة، خلني استخدم التعب. اقول هلا بدران، هلا بدران. إيه وشو ما فهمت الحين وضعية الجنون؟ الوضعية هذه تاخذ من افضل 10 وضعيات في العالم. وشو انا؟ والله اني ما سويت شيء، والله اني ما فهمتوا. ويلي والله انك تعبان يا اسامه. والله يا جماعه خير اني تعبان مره 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 مره، اسف اذا ما طلعت في قوتي حرفيا. والله عيني على المقدمه، بعد شوي لازم اسوي المقدمه وانا في كامل حماسي. جعلكم ما ترون مكروه يا رب. دقيقه بتصل عليه. هلا هلا بدران. معليش كنت في المسجد، كنت في المسجد اصلي. اصلي اسامه، الموقع هذا الزق حقك كم اخذ؟ كم دفعنا حسابه؟ اي موقع؟ الموقع الخرا هذا حقك، البرنامج اللي صورنا فيه عندك بالخرج اللي قبل يومين. ايه كم حسابه؟ ليه ما ادري، انا اسالك دش الحين بالتطبيق حقك هذا زق، شوف لي كم. وسام مسحوبه مني 4000 وشيء. 4000 ايش؟ 4000 4000 دينار تقريبا، شيء و 30-35 ألف ريال. امانه قسما بالله، انت شنو مسوي الفيزا؟ انت دفعت لي يكون كلهم من فيزتي. انا دفعت من فيزتك وبحول لك، بس مو 40، يعني مو 4000 دينار. انا حطيت بس 2000 ريال يوم وصلت الكويت، احتجت اني احط فلوس حق شو اسمه، حق براند الملابس. يوم اني حطيت انسحبت على طول بنفس الوقت. وش جتك رساله نصيه؟ جاتني رساله مسحوب مني شيء بالريال السعودي تقريبا 37-38 ريال، 38,000. يا ساتر بدران، ترى انا تعبان بدران، ما يمركز عشان حراره وكذا. طيب اسمع دول. طيب وش اسوي الحين؟ طيب يمكن مو مني بدران، مستحيل. انت متى دفعت الفلوس اصلا؟ متى حطيت التطبيق؟ انا حطيتها قبل يومين يمكن او امس. لا لا ما ادري، امس هو ارسل لي امس. انك بتشتري انت على اساس انك بتشتري الايفون مدري شنو هذا. ايوه. طيب خلاص دفعت. طيب وشو 4000 ريال؟ متى 4000 ريال؟ امس. واليوم سحب اليوم 4000 ريال ولا 37؟ ما فهمت انا. 37 او 38,000. انا اسالك اليوم سحب الفلوس، انت يكون دفعت ال 4000 كلها من بطاقتي. ايه انك تدفع نص وانا نص. طيب ايه 4000 ريال اسامه. لا تقعد تستظرفني وتستصغرني وتستغبيني اسامه، انت سحب الفلوس كلها تستعبط. انت وينك؟ انت وينك؟ انا توني واصل الكويت قبل شوي. صادق انت؟ هلو. لا تستهبل علي، تكفى ماني فاضي لك. الو. هلا هلا. قسما بالله اذا ما تركت حركات الزق هذه اللي قاعد تسويها انت كل يوم، والله يا اسامه انك راح تزعل مني. اي حركات زق بدران؟ ايش فيك يا ولد؟ ترى توني مخلص اختبار وحرارتي مرتفعه بدران، مالي دخل، مالي خلق. خلاص شوف، خلاص شوف لي الحساب، شوف لي وش دخلني. خلهم يسحبون، انت الشاري ب 37 جاي تحطها فيني. الو بدران. سامة. هلا. ايش تقول دخلني؟ وش دخلني انا؟ انت اللي شاري الحين. انت مو حاط الموقع هذا. وش دخل موقعي؟ ما له دخل موقعي. سامه ها مسحوبه مني من امازون. طيب من امازون انا وش دخلني؟ انا من متى شريت مني؟ طيب انا 4000 يمكن تشوف وش انت شاري، لا تقعد تحط كل شيء على ظهري. عمري شريت منه اسامه حبيبي ركز معاي. حسابنا بالتطبيق 40 مدري 30,000 مدري كم حسابنا كان. خلاص اجل، خلاص 40,000 ما في مشكله. خلاص دقيقه يستاهل نايف، ترى كلها نايف بدران. بس اسمع بسالك سؤال. انت الحين شنو تقول؟ وشو تقول انت الحين؟ بسألك سؤال واحد الحين بس عشان صدق اعرف انا اتفاهم معك. انت حطيت يوم انك تشتري من الموقع فيزتي، حطيت فيزتي؟ اي حطيتها. مو على اساس انك بتاخذ تحطها بالبطاقه البنفسجيه حقتك اللي قاعد تدفع فيها، ليش تدفع من فيزتي؟ فيك شيء انت استعبط صح بدران؟ فيك شيء انت، ركز معي، فيك شيء. قسما بالله العلي العظيم يا اسامه، والله العظيم انا عرفت حركاتك، خلاص ما صار تمشي علي. والله العظيم اذا ما ردت الفلوس خلال 24 ساعه، والله العظيم ترى راس مالك 6 ساعات تجيك الرياض. قسما بالله لا تقول لك اكبر مني 6-7 سنين، والله لا تجدك عظامك. قسما بالله لا كسر عظامك. طيب قل له اله الله ونعم بالله. بدران يستاهل نايف، ترى خلنا نشتري هالنايف. تو باد يوتيوب قلت ادعمه بفلوسك.
اسماري لا بدران تكفى مشيك شلت حدي التيت تحسب نفسك قوي علي بالحرام ها قسم بالله انت تعرف وين تنزل خلص رد الفلوس لا انت تعرف وين تنزل يا شيخ بتنزل في الخرج يا ولد وانت عارف الخرج وش فيها شنو بتنزل الخرج يعني بتجي الخرج وانا اخوك قسما بالله لا اجي اكسر عظامك قلت لي معك يا مدران يستاهل نايف تكبه يستاهل حبيب والله حبيب ودانا من الكويت قلت عادي 40,000 مدران وش هو 40,000 يا خرا قاعد اجمع فيها طول عمري تجنت بيوم ليله تسحبها عشان نايف والله خرا عليك انت نايف يا ولد خلي يستاهل خويك تروح انت يا النادي انا حسبتك تمون عليه قلت ادعمه شو اللي بي سي وكاميرا وتليفونات شنو استفيد منه يا عمري يا مدران والله يا مدران اني ما اقدر استمر معك اسمع اسمع اللي حط لايك واشتراك والله مرجع اسمع اسمع مدران والله العظيم اني مالي خلق استمر معاك لان حرارتي الحين واصله 39 تمام ولكن ترى الرساله اللي جتك مو سحب الله يسعدك لا هذه بس رساله كذا ولا ما نسحب شيء من حسابك انت دازها انا داز الرساله من برنامج اي والله يا مدران يلا 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 ايش تاكل غيرها اسمع ترى هذا ثالث مقلب متى بترد مقالبك شكلي ما عاد بجي الكويت والله العظيم انك جيت الكويت كنت بسوي فيك مقلب بس عند ربك انك صورت معي والله يا حبيبي يا حبيبي مدران قناة مدران فلوس وجوات خير في مقاطع كثيرة والسلام مدران حطوا لايك حطوا يلا الله يحفظك والله يا جماعة خير اني تعبان ما قدرت اماطل زيادة صدق من هد لاخر درجة اعذروني ان النهاية ما كانت يعني بالقوة اللي انتم تبونها ولكن والله لو صار شيء ثاني يعني بحاول اطلع والله ما ادري ايش قاعد اقسم بالله المس راسي بالله تحب راسي لا في كلمة شف حرارة يا جماعة خير لين وصلنا نهاية مقطع اليوم في سلسلة الرسالة الخاطئة ما ادري اسمها كذا او لا ولكن والله والله ثم والله ابغاكم تعذروني على كمية الحرارة اللي قاعد اعيشها الان يا جماعة الخير لو وصلت نهاية المقطع لا تنسوا تضغط اللايك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات باقي اتوقع ما يقارب 4 أيام وتنتهي مسابقة فيوار اللي انا ورايد مشواح اذا ما ذا رح تابع المقطع السابق لهنا اشوفكم في امان الله السلام عليكم جماعة الخير.